الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يؤيد بنصره من يشاء.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Thank you.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ولا أنتم عابدون ما
نسألك بكل اسم هو لك
منه في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك. اللهم يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، ويا رب العباد، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب، يا وهاب، يا علام الغيوب، يا ستار العيوب، يا كشاف الكروب، يا رفيع الدرجات، يا قاضي الحاجات، يا من لا تختلف عليه اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، يا عالم كل خفية، يا كاشف كل بلية، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا حبيب قلوب المتهجدين، يا قرة عيون المؤمنين، يا من سبحت له الحيتان في بحارها، يا من سبح له كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربك ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله، سبحان الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله، الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرج لنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاء لنا إذا انقطعت الأسباب. إلهنا ببابك وقفنا، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، يا من لا تنفعه طاعة الطائعين.
فرعون بل كان يمشي على ارض يبس
ابن متى عليه الصلاة والسلام قال في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلاهما سبحان الله وحد ونادى وتوسل. يونس يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفرعون يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن شتان ما بينهما، شتان ما بين يونس وفرعون. فيونس كان له عمل صالح ينجيه في الرخاء بينه وبين الله، وفرعون كان له عمل يرديه سيء شرك وكفر بالله، بل قال: انا ربكم الاعلى. كلاهما سمعت الملائكه النداء، كلاهما ردت الملائكه على استغاثته. سمعت الملائكه النداء يونس، فاذا هي تقول: صوت معروف من عبد معروف. صوت قال ما سمعته الملائكه لوحده بينه وبين ربه في خلواته، يسبح الله، يناجي الله، يستغفر الله، يسأل الله، يوحد الله بينه وبين ربه، له عمل صالح في الخفاء. تشفع له عند ربها، تريد ان تغيثه، يريد ان ينزل من الملائكه من ينزل جبريل او غيره حتى يدخل في البحر فيثبت يونس. وفرعون سمعت الملائكه استغاثته، فاذا بجبريل عليه السلام ينزل مسرعا الى البحر. لماذا؟ ان يغيث فرعون، ان يخرجه من بطن البحر ومن جوف البحر. كلا والله، بل لياخذ من وحل البحر قبضه، ياخذ من الطين قبضه فيبسها في فم فرعون ليسكته. يريد فرعون ان يسكت. لا تتوسل، لا تستغيث الآن، لا تنادي ولا تناجي. إن جبريل يكره فرعون لما عمل. كان جبريل عليه السلام ينظر إلى فرعون ويسمعه ويقول: أنا ربكم الأعلى، تعالى الله سبحانه وتعالى. كان يراه وهو يعذب المؤمنين ويعذب عباد الله المتقين، كان يكره وينتظر الفرصة التي ينقض على فرعون فيعطيه الدرس. لذلك رد الله على الاثنين، رد الله على يونس عليه السلام فقال: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. الايات: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وارسلناه الى يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذا نجى الله مباشرة القاه الحوت، وإذا به يكون نبي ورسول إلى 100,000 من البشر، معزز مكرم. ولكن في المقابل تعامل إلى ماذا رد الله سبحانه وتعالى على فرعون. قال سبحانه لما قال: وأنا من المسلمين، قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جايين الناس الجاية، نحن الآن ننظر إلى هذه الآية العظيمة فيه وفي غيره من الطوائف المتقدمين الجبابرة الذين الآن هم طابعين في سجون بعد ان كانوا يسجنون، مذللين وحقيرين بعد ان كانوا يذلون، وبعد ان كانوا يتربصون، وبعد ان كانوا يظلمون، الان هم عبره لمن بعدهم. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هنا مره الخمس، هنا بيت، هنا العبرة. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. تدري ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم؟ تعرف على الله
والجميع يعلم ويعرف قصة ثلاثة نفر من إسرائيل الذين أواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فإذا هم محبوسين في هذه الغار وكل منهم يستغيث ويناجي بماذا؟ بالآن التوبة كل واحد قال أتوب إليك يا الله وأستغفرك أتوب نجني الآن وبدأ التوبة قدامي يصلي ويستغفر هذا مطلوب لا شك لكنهم ما حد أرادوا دفع الصخرة سواعد طريقة ما تستطيع دفع صخرة عظيمة قالوا واجتمعوا كل واحد يناجي الله ويتوسل بعمل صالح في البحر هذا الأول بار بوالديه ما يشرب قبلهما ولا يأكل قبلهما ولا يغبخ أو يغتبخ غبوخا قبلهما يذهب ذهب يغتبخ غبوخا كما جاء في الحديث أغتبخ لهما فتأخر عليهما فلما جاء وجدهما قد ناما فجلس ووقف عند رأسهما لا هو الذي أعطى أطفاله الصغار الفراخ الذي يتضرر بالكون من الجوع والعطش ولا هو سقى ولا هو شرب بل انتظر حتى استيقظ والده ووالدته فسقى له فأعطى فشرب ويقول إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فارفض لنا ما يملك شوف لا ما عنده أحد ما كان في أحد لا كاميرات ولا تمثيلية عن البر والناس يشاهدونها ولا عند العالم لوحده يسندقوه هم ما يعبدون حتى يعطيهما قبول والثاني فيه عفة خوف من الله في الخلوة لما تذكر الله الكثير حينما يغلب الشيطان وتغلب نفسه قد يتذكر في اللحظة هذه ولكن الشيطان مسلم ويغوي عنها تذكرت في هذه اللذة والشهوة والمعصية والخلوة فلماذا لا تكون كذلك صاحب الغرض حينما تذكر وقالت له ابنة عمي وهي من أحب النساء إليه قالت له اتق الله ولا تفوت الغالب إلا بحقه قام على أهل وقال اذهبي يقول لما شعرت منه البدن والجن تذكر بكى بخشية الله في اللحظة يوم ذكرته بالله ما كانت مريم ما قال تبي تصرف ولا تبكي ولا تستغيث ولا الشرطة ولا غيره ما يحب يستطيع لكنه قام خوفا من الله لما ذكرته بأن الله يعلم لا تجعل الله أهون الناظر إليك اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فأرجع إلى ما يعلم والثالث عنده أجراء وعمال كلهم أخذوا حقوقهم إلا واحد تقال المبلغ المبلغ مريض ما لما صرف ماذا عمل هذا الرجل التاجر؟ نمى ماذا عمل؟ تاجر به شرى كم دابة كم ماشية وغير ذلك حتى كثر البقر كثرة الإبل والأغنام بعد سنين جاءت الحاجة لذاك الرجل العام لا بعض الناس لا يتذكر والله يتذكر أطلب فلان مبلغ وهذا وقتها أتصل عليه على اللي قاعد مع أن مبلغ إذا كان محسن إليه إذا عمل تذكر هذا العامل ان له مال عند فلان فذهب قال له لي بيع لك حق او مبلغ اعطني اياه فنظر اليه وعرف وقال ان حقك ما تراه في هذا الوادي التفت فاذا هو يرى ماشيه في الدين ونام وقار تسوى مئات الالوف من الف قال انت بالله ولا تحزن بي لا تسمع مني لا تضطرك عليك أحلام عظيمة ثم تأتيني نعمة أو بقرة واحدة قال لا والله لا أحسن بك إن حقك ما ترى يقول هذا الرجل فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا ما قال خذ نصف الله يبقى والله أنت أخذ نصف نصف ثاني أو قال خذ كم نعمة وكم جبل وكم شاة تقول استاقه كله من الفرحة ولم يترك منه شيئا إخوان هذا مثلا ما يسهل شاف المبلغ من المال 10,000 بعد 10 سنين صار مليون لما يجي شخص يقول خذ هذا المليون بعض الناس والله حق كان 10,000 تبيها ولا حق على ما احنا عليه لا نماه واعطاه على طيب نفس قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي شوف المحبه فخرج لنا من يحب فيه انفرجت الصخره فاذا هم طلقاء تعرف على الله في البخاء يعرف كيف
شدة يا أخوان، الأمراض شدة، الموت شدة، الفقر شدة، الحرب والخوف شدة، شدائد كثيرة من اليمنى من اليسرى من الأمام من الخلف، ولا ينجيك بعد الله سبحانه وتعالى إلا عمل صالح بينك وبين رب العالمين لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فابحث في نفسك أنا وأنت والأخوات، هل هناك عمل بينك وبين الله؟ هل تفعل لأجل أحد ليشكرك أو يثني عليك أو يعلنه عنك؟ هل فعلت شيء بينك وبين الله ترجو أن ينجيك الله منه وفعلته من وجهه؟ أسأل الله أن يجعلنا